السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في آخر أخبار الوداد الرياضي. قبل البداية ما تنساش أنك تشترك في القناة باش نوصلوا 100,000 مشترك قبل نهاية 2024. ما تنساش واحد الإعجاب حيت بيه غادي تدعمنا للاستمرار بتقديم المزيد إن شاء الله. إلا قدرتي أنك تدعمنا ماديا فانتسب في القناة ولا ضغط على زر التشكرات. بلا ما نطولوا بزاف يلا مواصلة التفاصيل ديال هذا الفيديو. أكدت تقارير صحفية أن عبد المجيد البرناكي الذي يسير فريق الوداد الرياضي إلى نهاية هذا الموسم قرر تخلي عن بعض الأسماء حسب تقارير صحفية، بعض الأسماء غير المقنعين أو بعض العاطلين في الفريق أيضا. وأكدت ذات المصادر أن فريق الوداد الرياضي وبقيادة عبد المجيد البرناكي دخل في مفاوضات مع مجموعة من اللاعبين عبر فسخ عقودهم أو تسريحهم إلى أندية مهتمة من أجل تقليص المجموعة وفسح المجال أمام تعاقدات صيفية في الميركاتو القادم التي سيعقدها الوداد الموسم القادم. واستقر البرناكي على عدم تجديد عقود كل من عماد الخنوس وصلاح الدين بن يشو ومحمد أوناجم وكذلك الشرقي البحري. في ذات السياق سيكون المكسب المسير لفريق الوداد الرياضي لكرة القدم في مأزق كبير بسبب نهاية عقود 8 لاعبين دفعة واحدة في الفريق الأحمر، وبات الوداد مطالب بعقد اجتماعات مع ركائز الوداد من أجل إقناع بعضهم بالاستمرار ومواصلة المشوار مع الوداد أو البحث عن لاعبين جدد، خاصة وأن الوداد سيشارك الموسم المقبل في أغلى مسابقة عالمية ينظمها الاتحاد الدولي الفيفا وهي كأس العالم للأندية التي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية في أول نسخة لها. كشفت تقارير صحفية كثيرة هذا الصباح دخول البرتغالي كارلوس كيروش مدرب منتخب مصر السابق والجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدرب السابق لماميلودي سانداونس والأهلي المصري ضمن الأسماء المرشحة لتدريب الوداد الرياضي. وأكد موقع سبورتس المغربي أن إدارة الوداد بقيادة عبد المجيد البرناكي وضعت عددا من الأسماء والاختيارات لخلافة فوزي البنزرتي. وأوضحت تقارير إلى أن الفرنسي هوبير فيلود مدرب منتخب بوركينا فاسو السابق والبرتغالي كارلوس كيروش مدرب منتخب مصر السابق إلى جانب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني مدرب أبها السعودي حاليا ضمن الأسماء المطروحة لتدريب الوداد. ورحل المدرب التونسي فوزي البنزرتي بسبب تراجع نتائج الوداد ويواجه الوداد موسما صعبا حيث يحتل المركز الخامس في الدوري المغربي بعد مرور 24 جولة. وفشل الوداد في التأهل لربع نهائي النسخة الحالية من دوري أبطال إفريقيا بعدما احتل المركز الثالث في مجموعته. وحسم سيمبا التنزاني المركز الثاني على حساب الوداد بأفضلية المواجهات المباشرة بين الفريقين. وكانت آخر تجربة تدريبية لكيروش مع منتخب قطر وأدار 12 مباراة ورحل في 6 ديسمبر لعام 2023 قبل بطولة أمم آسيا، بينما يقود موسيماني أبها في مهمة صعبة للبقاء في الدوري السعودي بالموسم الحالي. وكشف طارق مصطفى المدير الفني لفريق البنك الأهلي عن تفاصيل مفاوضات النادي الودادي لتولي قيادة العارضة الفنية لفريق الوداد خلال الفترة المقبلة. وقال طارق مصطفى في تصريحات إذاعية لأون سبورتس أن أي مدرب يتمنى قيادة الوداد، وقال أتشرف بترشحي لتدريب الوداد وفريق بحجمه. هذه ليست المرة الأولى التي يتم ترشيحي لقيادة الوداد، فقد سبق وأن دخل نادي الوداد الرياضي في مفاوضات معي بعد رحيل مدربه السابق عادل رمزي. وتابع تلقيت بالفعل اتصالات من رئيس الوداد عبد المجيد البرناكي ناقشنا حول تدريب الوداد وطلبت تأجيل المفاوضات لحين نهاية الدوري المغربي، فالفريق أمامه 7 جولات تقريبا وفرص تتويج تبدو جدا ضعيفة بعض الشيء. وأضاف أنا مرتبط بعقد مع فريق لديه إدارة محترمة وبرئاسة اللواء أشرف نصار، ورفضت عرض قبل 2.5 شهر تقريبا لقيادة نهضة بركان قبل تعيين التونسي معين الشعباني.
أصدر عبد المجيد البرناكي رئيس الوداد الرياضي الحالي قرار في اللحظات الماضية يؤكد من خلاله عقد الجمعة العامة لفريق الوداد في التاريخ المحدد سابقا وهو 28 من الشهر الجاري. وأكد بلاغ الوداد الذي جاء قبل لحظات أن منخرطي الوداد توصلوا بالتقارير المالية والأدبية دون أن يتم نشر هذا التقارير في الصفحة الرسمية للوداد الرياضي. وأكد بلاغ الوداد أنه تم إرسال التقارير المالية والأدبية وجدول الأعمال في البريد الإلكتروني الخاص. أكدت تقارير صحفية أن المكتب المسير لفريق الوداد الرياضي لم يحسم حتى حدود الساعة مسألة شراء عقد منتصر الحتيمي المعار من طرابزون سبورتس التركي الصيف الماضي. وأوضحت ذات المصادر في تصريحات لموقع الكورة أن عقد الإعارة يتضمن بند يتيح للناديين التفاوض على البيع النهائي بقيمة 420 ألف دولار. قالت عدم وضوح مستقبل النادي في انتظار انعقاد جمعية العمومية نهاية هذا الشهر وانتخاب رئيس جديد فرض عدم الحسم في مسألة تفعيل بند شراء الحتيمي. يرى الجهاز الفني بقاء اللاعب على دكة البدلاء خلال آخر مبارتين لكي لا يفرض على الوداد شراء عقده طالما أن اتفاق النادي التركي مع فريق الوداد بشراء عقد الفريق للاعب حال خاض الحتيمي 75 مباراة أو أكثر معه من المباريات في الدوري ودوري الأبطال. وأتم قيمة شراء المكلفة وانتظار مدرب جديد لحسم الأمور التي تهم التعاقدات ولأن مجلس الإدارة الحالي مؤقت كل هذا قاد لعدم اتخاذ خطوات كبيرة بشأن هذا اللاعب.